السلام عليكم. هناخد النهاردة كيسز عن النون استرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. هناخد كده مراجعة سريعة عن الموضوع، نتكلم عن اليوز بتاعتها. النون استرويدال انتي انفلاماتوري دراجز بتستخدم في علاج البين، المانجمنت اوف الاديما، في علاج الديسمنوريا، في علاج التشو دامج الناتج من الانفلاماتوري جوينت ديزيزز زي الاوستيو ارثرايتس والروماتويد ارثرايتس الاكيوت جاوتي ارثرايتس. في دراجز كتير منها ليها انتي بايروتيك اكتيفيتي فتستخدم في علاج الفيفر. وبعد كده هنشوف الميكانيزم في اكشن. نون استرويدال انتي انفلاماتوري دراجز كومبتيتيفلي انهبيت السايكلو اوكسيجينيز انزيمز. الانزيم ده اللي بيحول الاراكيدونيك اسيد للبروستاجلاندين، تمام. الكوكس انزيم ليه 3 ايزوزيمز، كوكس 1 كوكس 2 والكوكس 3 غالبا بيبقى في البرين. نبص على الباس واي ده، السيل ميمبرين بيتكون من فوسفوليبيدز. الفوسفوليبيدز دي بيجي عليها انزيم الفوسفولايبيز اي 2 يحولها الى اراكيدونيك اسيد. الاراكيدونيك اسيد قدامه 2 باس وايز، يا اما يشتغل عليه انزيم 5 لايبو اوكسجينيز يحولها الى ليوكوترينز. ليوكوترينز دي انفلاماتوري ميدييتور في الازمه، تعمل برونكو كونستريكشن، تعمل اير واي اوبستراكشن. الباس واي الثاني ان الاركيدونيك اسيد يشتغل عليه انزيم السايكلو اوكسجينيز بيحول الاركيدونيك اسيد الى بروستاجلاندينز بقى بانواعها المختلفه واماكنها المختلفه، تمام. عندي مثلا في الجاستريك ميوكوزا كوكس 1 انزيم بيشتغل على الاركيدونيك اسيد يحوله لي للبروستاجلاندين اي 2. البروستاجلاندين اي 2 دي ليها سايتو بروتكتيف رول، بتعمل ايه؟ بتعمل ميوكوزا بروتكشن، تعمل طبقه جوه الاستومك من جوه تحميها من الجاستريك اسيديتي ومن الاسيديك انفايرمنت. تاني حاجه الكوكس 1 في البليتلت بيحول الاركيدونيك اسيد الى ثرومبوكسان اي 2. ثرومبوكسان A2 ده مسؤول عن البليتلت اجريجيشن وبيعمل فازوكونستريكشن. الانزيم التاني اللي هو الكوكس 2 ما بيشتغل على الاركيدونيك اسيد، بيطلع لي البروستاجلاندين، بس البروستاجلاندين دي بتبقى ايه؟ باثولوجيكال، اللي هي بتطلع في حالات البين، بتعمل انفلاميشن، بتعمل فيفر. دي اللي انا غالبا ببقى عايز اوقفها، يعني الكوكس 2 ده غالبا اللي انا ببقى عايز اوقفها. في الكيدني بقى الكوكس 1 والكوكس 2 بيحولوا الاراكيدونيك اسيد الى رينال بروستاجلاندين. الرينال بروستاجلاندين دي بتشتغل كفازو دايليتورز، بتحافظ على الرينال بلاد فلو، بتحافظ على الجلوميرولر فلتريشن ريت، بتزود الصوديوم موتور اكسكريشن يعني بتمنع الاديمه وبتحافظ على الضغط. بعد كده هناخد السايد افكتس بتاعت النون استرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. اول حاجه النون استرويدال انتي انفلاماتوري دراجز بتعمل جي اي تي ألسريشن اند هيموريدج في الجاستريك ميوكوزا، تمام. ازاي؟ انا عندي البروستاجلاندينز اللي هي بتبقى اصلا في الاستومك ليها سايتو بروتكتيف رول، بتعمل ثلاث حاجات، بتعمل انهيبيشن للبروتون بامب فبتقلل الجاستريك اسيد سينثيسز، بتعمل جنريشن لبروتكتيف بارير من الميوكس فبتعمل طبقه عازله جوه المعده بتحميها من الاسيد، بتزود البلوت فلو للجاستريك ميوكوزال سيل، تمام. فانا عندي بقى لما باخد نون استرويدال انتي انفلاماتوري دراجز بتعمل بلوكج للبروستاجلاندين سينثيسز، تمام، فبتعمل بلوكينج للسايتو بروتكتيف بروسيسز دي اللي احنا قلناها. ده الميكانيزم الاولاني اللي بتعمل بيه جي اي تي ألسريشن. في ميكانيزم تاني هنقوله ان اصلا كل النون استرويدال انتي انفلاماتوري دراجز دي فيها اسيديك فانكشنال جروب، فهي بتعمل دايركت اريتيشن للجاستريك ميوكوزا. يبقى في هنا مصطلح مهم، ان النون استرويدال انتي انفلاماتوري دراجز ليها ديوال انسلت. الاولاني ان هي اصلا دايركت بتعمل دايركت اريتيشن عشان هي فيها اسيديك فانكشنال جروب، والتاني ان هي بتعمل بلوكج للبروستاجلاندين بايوسينسز اللي هي السايتو بروتكتيف بروستاجلاندينز. ده اول سايد افكت. تاني سايد افكت معانا اللي هو الريسبيراتوري سيستم. بتعمل ايه النون استرويدال انتي انفلاماتوري دراجز؟ ممكن تزود
الازماتيك اتاك في البيشنت اصلا اللي عندهم ازمه. ازاي؟ النون ستيرويد انتي انفلاماتوري دراجز بتعمل انهبيشن للسايكلو اكسجينيز. فاحنا لسه شايفين ان الاراكيدونيك اسيد كان قدامه تو باثويز، الباثوي الاولاني كان بيشتغل عليه اللايبو اكسجينيز والتاني كان بيشتغل عليه السايكلو اكسجينيز. فلما عملت انهبيشن للسايكلو اكسجينيز زودت الدايركشن للباثوي التاني بتاع ايه اللايبو اكسجينيز اللي كان بيطلع اليوكوتراينز اللي هي اصلا ميدييتورز في الازمه وبتعمل برونكو كونستريكشن واير واي اوبستراكشن. فهو غالبا النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز معظمها ممنوع في حالات الازماتيك بيشنت. بعد كده الرينال افكت. النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز قلنا ان هي بتعمل ايه؟ بتعمل انهبيشن للبروستاجلاندين بايوسينسز اللي كانت في الكدني اللي هي اصلا كانت بتعمل فازو دايليتيشن. فهي بتعمل ايه بقى النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز؟ هتقلل الرينال بلاد فلو للكدني، وهتعمل ايه؟ هتعمل سولت ووتر وفلويد ريتينشن، فممكن ايه تعمل اديما وممكن تعمل هايبرتينشن. تمام. بعد كده لاحظنا ان هي برضو ليها فيتال اند نون فيتال كارديوفاسكولار ايفنت، اند ممكن ان هي تزود الهارت اتاك. في سايد افكت تاني اللي هو ريس سندروم. ريس سندروم ده بنشوفه في الاطفال اللي هم بياخدوا اسبرين while recovering from viral infection. هي حاجة ما بتحصلش كتير بس المورتاليتي ريت بتاعها عالي. بعد كده هناخد الكلاسيفيكيشن بتاعت النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. في تو كلاسيفيكيشنز. الكلاس الاولاني اللي هي بتبقى ايجنت ليها انالجيسك انتي بايوريتك بروبرتيز بس ملهاش انتي انفلاماتوري اكتيفيتي، اللي هي الانالجيسك انتي بايوريتك. الكلاس التاني اللي هي الايجنت اللي ليها انتي بايوريتك انالجيسك وانتي انفلاماتوري بروبرتيز. تمام. اللي هي الانتي انفلاماتوري انالجيسكس. الكلاسيفيكيشن بقى بشكل تاني، الانالجيسك انتي بايوريتكس دي زي ايه؟ زي الباراسيتامول، ده المثال اللي عليه. تاني حاجه الانتي انفلاماتوري انالجيسكس دي الكلاسيفيكيشن بتاعتها متقسمه لاربع حاجات. اول حاجه السلسليتس. السلسليتس دي اللي هي زي الاسبرين. تاني مجموعه اللي هي الارايل الكانويك اسيدز، دي بتتقسم لثلاث حاجات: ارايل اند هيتيرو ارايل اسيتيك اسيد ديريفاتيف، ارايل بروبيونيك اسيد ديريفاتيف، انثرونيليك اسيد او الفيناميتس. المجموعه الثالثه اللي هي الاوكسيكامز او الانوليك اسيدز. المجموعه الرابعه اللي هي الكوكس 2 سيلكتيف انهيبيتورز. نبدا بقى نشوف الكيس الاولانيه. اس اي از ا 45 years old woman with osteoarthritis and a history of active peptic ulcer. She complains from severe pain and inflammation in knee that necessitates the use of potent non-steroidal anti-inflammatory drug agent. From the medicinal chemistry point of view, select the most suitable drug for this case from the following list of drugs. Justify your selection. تمام. الحالة عندها 45 سنة، بتشتكي من osteoarthritis وعندها history من active peptic ulcer. تمام. بتشتكي من severe pain and inflammation في ركبتها، ومطلوب ان هي تاخد potent non-steroidal anti-inflammatory drug. فعايزين نختار من الاربعة اللي قدامنا the most suitable drug و justify your selection. اول سؤال هنبتدي نتعرف على الاربعة الستركشر اللي قدامنا ونقول الكلاس بتاعت كل واحد فيهم. اول واحد ده السيليكوكسيب. السيليكوكسيب ده داي ارايل 5 ممبرد هيتيرو ارايل، ده سيلكتيف كوكس 2 انهبيتور. تمام. لو لاحظنا هنلاقي ان هو بيتكون من حلقه بيرازول خارج منها حلقتين بنزين. تمام. 5 ممبرد، هو داي ارايل 5 ممبرد هيتيرو ارايل. تاني واحد ده الايبوبروفين. تمام. الكلاسيفيكيشن بتاعته ان هو ارايل بروبيونيك اسيد. بروبيونيك اسيد اهو 1 2 3. التالت ده اللي هو البايروكسيكام، ده تبع عيلة الانوليك اسيدز. تمام. الكلاسيفيكيشن بتاعه هيبقى بنزو 1 2 سايازين
فور اول ثري كاربوكسامايد. دي ده الاندوميسوسين، ده تبع الكلاس بتاع الهيتيرو ارايل اسيتيك اسيد، او تحديدا اندول اسيتيك اسيد. ده مميز بوجود حلقة الاندول فيه، اللي هي دي. ده السؤال الاول، تمام. الاجابة عندنا هتبقى ايه بقى؟ الموست سيوتابل دراج في الحالة دي هيبقى ايه؟ احنا قلنا ان البيشنت عندها هيستوري اوف اكتف بيبتيك ألسر، يعني ما ينفعش اديها حاجة تعمل لها جي اي ألسريشن او هيموريج. فالوحيد عندي في الاربعة دول اللي سيلكتف على الكوكس 2 هو السيلكوكسي، يبقى الاجابة هتبقى السيلكوكسي علشان هو سيلكتف كوكس 2 انهيبيتور. السؤال اللي بعد كده بيقول why a selective cox2، يعني ليه السيلكوكسيب selective cox2؟ السيلكوكسيب لو بصينا على الستراكشر بتاعه هنلاقي ان هو فيه سنترال بايرازول رينج ومعاها تو ادجيسنت فينايل جروب، الاولانيه عليها سبستيتيوشن بميثايل والتانيه عليها بولر سلفوناميد جروب، تمام، اللي هي الاس او 2 ان اتش 2. السلفوناميد جروب دي bind to distinct hydrophilic region موجودة في الكوكس 2 بس مش موجودة في الكوكس 1، يبقى السلفونامايد جروب دي بتمسك في مكان مميز hydrophilic موجود في الكوكس 2 بس مش موجود في الكوكس 1، عشان كده هو selective على الكوكس 2، تمام. السؤال اللي بعده patient with psychosis or migraine should avoid drug D. drug D اللي هو ايه؟ الاندوميسيسين، تمام. الاندوميسيسين في بينه وبين ال 5 اتش تي اللي هو السيروتونين ستراكشر ريسيمبلانس، يعني الاندوميسيسين فيه شبه من ال 5 اتش تي، تمام، فبيعمل سي ان اس توكسيسيتي، فممكن يزود السايكوزيس او المايجرين او يعمل هيديك. السيفر انالوج بتاعه اللي هو السولينداك، والموست سيف اللي هو التولميتين. السولينداك عملنا فيه سبستيتيوشن لحلقه الاندول دي باندين، فبقى الاستراكشر سيميلاريتي بينه وبين السيروتونين او ال 5 HT قلت شويه، والتولميتين شلنا الاندول خالص استبدلناه بحلقه بنزين فقللنا الاستراكشر سيميلاريتي جدا، فبقى هو الموست سيف. السؤال اللي بعد كده اللي هو ايه الدراج اوف تشويس، خلاص قلنا ان هو السيلكتيف كوكس 2 وبي وسي ودي نون سيلكتيف، فبيعملوا انهيبيشن للكوكس 1 فبيعملوا gastric damage. بعد كده في باسوي تاني، هو نفس الباسوي اللي قلناه من شوية، ان الفوسفوليبيدز بيشتغل عليها الفوسفولايبيز A2 يحولها الاراكيدونيك اسيد، الاراكيدونيك اسيد باللايب اوكسجينيز يتحول لليوكوترينز، وبالسايكلو اوكسجينيز بيتحول للبروستاجلاندين والثرومبوكسين. بروستاجلاندين في منها نوعين، في الفيسيولوجيكال بروستاجلاندينز اللي بيطلعها الانزيم كوكس 1 فبنسميه انزيم كونستيتيوتيف، بيطلع لي حاجه مفيده اللي هي الفيسيولوجيكال بروستاجلاندين، وفي الباثولوجيكال بروستاجلاندين اللي هي الانديوسابل بتطلع عن طريق الانديوسابل كوكس 2 اللي هو الانزيم كوكس 2 بنقول عليه انديوسابل. نبص كده على التو باس ويز دول. في البليتلت عندي انزيم الكوكس 1 بيشتغل ويطلع لي الثرومبوكسين A2. الثرومبوكسين A2 ده قلنا من شوية ان هو فازوكونستريكتور وبروموتس البليتلت اجريجيشن، يعني بيزود فرصة حدوث الثرومبوزس، تمام. في الاندوثيليال سيلز بتحصل حاجة، بتطلع لي حاجة عكس اللي بيحصل في البليتلت، يعني في الاندوثيليال سيلز كوكس 1 وكوكس 2 بيشتغلوا ويطلعوا لي البروستاسايكلين او البروستاجلاندين I2. البروستاجلاندين I2 دي vasodilator inhibit the platelet aggregation، تمام، عكس الثرومبوكسين A2. فافهم من كده ايه؟ لو انا خدت السيلكوكسيب اللي هو selective cox2 inhibitor هيعمل ايه؟ هيوقف لي الباسواي بتاع البروستاسايكلين او اللي هي البروستاجلاندين I2، فهيشفت لي الميتابوليزم كله ناحية الثرومبوكسين A2، هيعمل vasoconstriction ويعمل ايه؟ يزود البليتلت اجريجيشن فيزود فرصة حدوث الثرومبوزس، تمام. معنى كده ان ايه؟
ال selective COX-2 inhibitor contraindicated في حالات ال cardiac patient. على عكس ده بقى الأسبرين، الأسبرين بنقول ان هو بيبقى more selective على COX-1، فالأسبرين في ال low doses بيعمل inhibition لل pathway الأولاني اللي هو بيطلع الثرومبوكسان A2 ده، فبنعمل ايه shift للميتابوليزم towards البروستاسايكلين او البروستاجلاندين I2 اللي هي vasodilator inhibit البليتلت aggregation. فعشان كده بنقول ان الأسبرين ليه anti platelet activity. ندخل على الكيس اللي بعدها. AR is 25 years old pregnant woman suffers from muscle aches, headache, catarrh, eye redness and elevated body temperature. She visited her gynecologist who diagnosed the case as a viral infection of influenza associated with secondary bacterial infection. He recommended the penicillin antibiotic with non-steroidal analgesic and antipyretic. From the medicinal chemistry point of view, select the most suitable drug for this case from the following list of drugs. We justify your selection. نبتدي نتعرف على الستركشرز اللي معانا والكلاسز بتاعتها. اول واحد ده الباراسيتامول، الكلاس بتاعه تبع عيلة الانيلايتس. تاني واحد ده الاسبرين اللي هو الاسيتايل ساليسيليك اسيد تبع عيلة السلسليت. التالت ده الديكلوفيناك، الديكلوفيناك ده تبع عيلة، ممكن نعتبره تبع عيلة الارايل اسيتيك اسيد او الانسرانيليك اسيد دريفاتيف. يبقى هنا الدراج اوف تشويس هيبقى ايه؟ ناخد بالنا ان هي ايه بريجننت وومن، فالموست سيف او الاونلي بيرميتد انالجيسيك دراج ديورنج البريجننسي هو الباراسيتامول. يبقى هنا الدراج اوف تشويس هو الباراسيتامول. في سؤال تاني هنا بيقول المود اوف اكشن اوف بي، البي ده اللي هو الاسبرين، المود اوف اكشن بتاعه بنقول ان هو بيعمل irreversible acetylation of the COX enzyme، يعني بيعمل irreversible inhibition للكوكس انزيم سواء كان الكوكس 2 في الجوينت، ففي النتيجة هنا ان هو هيعمل لي انتي انفلاماتوري افكت، او ممكن يعمل inhibition للكوكس 1 في الجي اي تي فيعمل جي اي تي ulceration وهيمورج اللي هي السايد افكت، وممكن يعمل acetylation لcirculating protein في البلد، ففي الحالة دي هيعمل عندي hypersensitivity response. تمام، نبص على الصورة. هو هنا الأسبرين مجموعة الأسيتايل اللي فيه بتهاجم التشونيوكلوفيل ويحصل irreversible acetylation. كده الكيس دي خلصت. كيس 3 WR is a 36 years old man underwent an orthopedic surgery for installation of artificial joint. He suffered from severe post-operative pain and inflammation that was controlled via IV injection of nalbuphine for the first 24 hours followed by oral administration of highly potent non-steroidal anti-inflammatory drugs. From the medicinal chemistry point of view, select the most suitable drug for this case from the following list of drugs to justify your selection. نبتدي نبص على الدراجز اللي عندنا ونشوف الكلاسيفيكيشنز بتاع. اول واحد ده الباراسيتامول، ده تبع كلاس الانيلايدز. تاني واحد ده التولميتين، ده الكلاس بتاعه ارايل اسيتيك اسيد ديريفاتيف، اهو اسيتيك اسيد تحديدا بيرول اسيتيك اسيد ديريفاتيف. التالت اللي هو الكيتورولاك، ده الكلاس بتاعه هيبقى سايكلايزد او سايكلو بروبيونيك اسيد ديريفاتيف، بروبيونيك اسيد بس داخل في سايكل اهو. الدراج اوف تشويس هنا هيبقى ايه؟ الدراج اوف تشويس هنا هيبقى الكيتورولاك، عشان الكيتورولاك هو الموست بوتنت والموست افكتيف نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري انالجيسيك
الافكاسي بتاعته عالية جدا بتتقارن بالأوبيويدز. هو drug of choice في حالات البوست اوبريتيف بين. الكيتورلاك هو الموست بوتنت والموست افكتيف، والافكاسي بتاعته بتتقارن بالمورفينز والأوبيويدز. تمام. والكيتورلاك لايك other two aryl propionate derivative contains chiral carbon and the propionate moiety. As such, there are two possible enantiomers of الكيتورلاك with the potential for different biological effects and metabolism for each enantiomer. تمام. الكيتورلاك فيه chiral carbon اللي هي دي اللي هي دي. تمام. ففي possibility ان يبقى فيه two enantiomers. ممكن احتمال يبقى ليهم different biological effects والميتابوليزم بتاعهم يبقى مختلف. السؤال اللي بعده from the chemical structure, why paracetamol is associated with limited gastric ulceration, cardiovascular, respiratory and platelet effects. الإجابة بتاعتي ايه؟ هتبقى ان الباراسيتامول ده الوحيد اللي مفيش فيه كاربوكسيليك اسيد جروب. تمام. الكاربوكسيليك اسيد جروب دي essential عشان الدراج يعمل inhibition للكوكس 1 انزيم، فعشان كده هو مش بيأثر على الكوكس 1 ومش بيعمل السايد افكتس الناتجة من الكوكس 1 inhibition. هنقول anilide don't possess the carboxylic acid functionality and exert little if any inhibitory activity against the COX-1. Thus they have several advantages. يبقى الادفانتج بتاعت الانيلايتس او الباراسيتامول over the other non-steroidal anti-inflammatory drugs including a limited gastric irritation and ulceration, limited cardiovascular and respiratory effects and little effect على البليتلتس. في تحت بيسأل drug B اللي هو التولميتين ليه short duration of action؟ ليه بقى؟ لو بصينا على structure التولميتين هنلاقي ان فيه بنزيليك كربون. البنزيليك كربون دي بيحصل لها rapid oxidation لألكول وبعدين acid، وبعد كده هيحصل لها conjugation مع الجلوكيرونيك acid، فعشان كده الميتابوليزم بتاعه سريع وهو short duration of action. والتولميتين سيف في حالات الهيدك، علشان ايه؟ لو فاكرين قلنا من شوية ان هو ما عادش فيه ستراكشر سيميلارتي بينه وبين الاندوميسوسين، فقللنا السي ان اس سايد افكتس بتاعته وبقى سيف في حالات الهيدك. اكتر واحد سيف. كيس 4. A N is a 57 years old man with liver cirrhosis first diagnosed 8 years age. He suffered sometimes from frontal headache of unknown cause. He consulted his physician in this matter, who advised him to administer an analgesic drug just on demand. From the medicinal chemistry point of view, select the most suitable drug or drug combination for this case from the following list of drugs. Justify your selection. ناخد بالنا، هو هنا ال patient بيعاني من liver cirrhosis وعنده frontal headache وعاوز له non-steroidal anti-inflammatory drugs او combination من الدراجز اللي عندنا دي. اول واحد ده الباراسيتامول، الكلاس بتاعه anilides. التاني ده mefenamic acid، ده تبع الانسرانيليك acid derivatives او اللي هي عيلة الفيناميتس. تالت واحد ده السولينداك، الكلاس بتاعه هيتيرو ارايل acetic acid derivative او سبيسيفيكال يعني اندين اسيتيك اسيد ديريفاتيف. دي ده الميثيونين امينو اسيد، ده امينو اسيد كونتيننج سلفر. الاجابه عندي بقى هتبقى ايه؟ هو احنا هنا بنقول ان هو عنده ليفر سيروزز وبيعاني من فرونتال هيديك، فاحنا نبتدي مثلا نستبعد السولينداك. السولينداك احنا قلنا يعني لسه في نسبة بسيطة structure similarity مع السيروتونين او الـ 5HT، فاحتمال يكون بيعمل CNS side effect، فممكن يكون بيزود الهيدك، فما ينفعش استخدمه في الحالة دي. تمام. كده انا لسه قدامي الباراسيتامول والميثنامك اسيد.
الباراسيتامول والنفناميك اسيد، هما الاثنين الميتابوليزم بتاعهم بيطلع لي التوكسيك ميتابولايت اللي هو الكينون امين او اللي هو النبكي، الان استايل بارا بنزوكينون امين، تمام؟ عشان هما الاثنين فيهم انيلين مويتي. بس طبعا الباراسيتامول مور سيف عن النفناميك اسيد، ما بيعملش جي اي تي ألسريشن، ولا بيأثر على الريسبيراتوري سيستم ولا الكارديوفاسكولار سيستم. فطبعا الباراسيتامول مور سيف، بس مش هناخده لوحده، فاحنا هناخد الباراسيتامول مع الميثيونين. نبص كده على الميتابوليزم بتاع الباراسيتامول. الباراسيتامول الميجور باسويز للميتابوليزم بتاعته بالسلفيشن او بالجلوكيرونيديشن، بيتحول الى بالانزيم السلفو ترانسفيريز، يحصل سلفيشن على الاو اتش، او جلوكيرونايد ترانسفيريز ويحصل جلوكيرونيشن، تمام؟ في بقى باسوي ثالث اللي هو ممكن يحصل ان اوكسيديشن، تمام؟ هيتكون عندي توكسيك ميتابولايت اللي هو النبكي، اللي هو الان اسيتايل بارا بنزوكينون امين. في الحالات العاديه في الانسان اللي صحته كويسه وعن الجلوتاثيون بيبقى فيه موجود في الجسم بكميه كويسه، الجلوتاثيون هو اللي بيخلصني من التوكسيك ميتابولايت ده، تمام؟ وبيكون عندي ميركابتيوريك اسيد، ده بيحصل له اكسكريشن في اليورين، فانا كده اتخلصت من التوكسيك ميتابولايت في صوره سيف. طيب في حالات الاوفر دوز توكسيسيتي، او في حالات الليفر سيروزز، البيشنت اللي عنده مشاكل في الليفر فالجلوتاثيون كميته قليله، او ان هو اخد كميه كبيره او اوفر دوز من الباراسيتامول، بيحصل ايه؟ التوكسيك ميتابولايت ده بيروح يمسك في بروتينات من الليفر بكوفيلنت بوند، وممكن يحصل بقى ليفر سيروزز، ممكن يعمل مشاكل تانية كتير. ففي الحالة دي احنا خدنا الباراسيتامول مع الميثيونين. الميثيونين هنا دوره ايه؟ الميثيونين ده اما بيدخل الجسم هيحصل اس دي الكايليشن، ويديني فري سايول جروب. الفري سايول جروب دي هي اللي هتتفاعل مع التوكسيك ميتابولايت اللي هو النبكي، وتعمل له ديتوكسيفيكيشن، ويتحول الى سيف ميتابولايت. يبقى الاجابه هنا هتبقى A زائد D، الباراسيتامول مع الميثيونين. بعد كده هنبص كده على important notes. بيقول all non-selective non-steroidal anti-inflammatory drugs contraindicated في حالات الازمه. ليه بقى؟ عشان هما بيعملوا direction للاراكيدونيك اسيد ميتابوليزم تجاه الليوكوتراينز فورميشن، تمام؟ فهيزود لي الليوكوتراينز اللي هي بتعمل برونكو كونستريكشن وبتعمل اير واي اوبستراكشن، ما عدا ايه؟ ما عدا الديكلوفيناك. اشمعنى بقى الديكلوفيناك؟ في حاجه مميزه شويه في الميكانيزم اوف اكشن بتاعه، هو بيعمل انهيبيشن لللايبو اوكسجينيز والسايكلو اوكسجينيز، ففي الحاله دي هيقلل الليوكوتراينز، وبرده ممكن يعمل انهيبيشن للفوسفولايبيز اي 2 اللي هو يعمل انهيبيشن للباسوي من اوله، وبرده السلكتيف كوكس 3 زي الباراسيتامول والكوكس 2 انهيبيتور ممكن يستخدموا في الازمه عادي. بعد كده all non-selective non-steroidal anti-inflammatory drugs contraindicated في حالات البيبتيك ألسر، عشان هي بتعمل انهيبيشن للكوكس 1 فبتزود الألسر، ما عدا طبعا السلكتيف كوكس 3 زي الباراسيتامول والسلكتيف كوكس 2 انهيبيتور اللي هي عائلة الكوكسيبس كلها. بعد كده السلكتيف كوكس 2 انهيبيتورز contraindicated في حالات الهارت والهاي بلاد بريشر بيشنت. ليه بقى؟ عشان هي ممكن تزود فرصة حدوث الثرومبوزز. هواي للنون سلكتيف سبيشال الهايلي سلكتيف كوكس 1 انهيبيتور زي الاسبرين غالبا بلو دوز، ده دراج اوف تشويس في الحالة دي، عشان هو ليه انتي بليتليت اكتيفيتي، وبرده لنفس السبب هو كونترا انديكيتد في حالات البليدنج. بعد كده all النون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز كان بي يوزد في علاج الهيدك، ما عدا الاندوميسيسين ديو تو اتس سي ان اس سايد افكتس اند ان لوور اكستنت السولنداك، يعني في حالات الهيدك نبعد عن الاندوميسيسين والسولنداك. الباراسيتامول كونترا انديكيتد في حالات الليفر بيشنت ديو تو النبكي فورميشن and in lower extent all aniline containing non-steroidal anti-inflammatory drugs، اللي هو مثلا زي الميثناميك اسيد او كده، اي حاجه فيها انيلين محتمل ان هي تكون
النبكي اللي هو التوكسيك ميتابولايت. شكرا جزيلا.